يا أصحاب، تعلمتوا عن البراكين بالمدرسة؟ تعرفوا كيف البركان بيثور؟ اليوم راح نجرب نعمل بركان حقيقي بيثور. جاهزة ياسمينة؟ جاهزة. عشان نعمل هاي التجربة نحتاج أول شيء لبيكربونات الصوديوم، نحتاج لخل مع صبغة طعام. أول شيء بدنا نأخذ بيكربونات الصوديوم، بدنا نحط بالضبط 5 معالق. بعدين إذا ممكن تساعديني ياسمين، ممكن تصبي الخل بالبركان؟ نلبس نظاراتنا إذا هيك؟ أكيد. مستعد شجاع؟ مستعد. تعرفي كيف هيك صار ياسمينة؟ كيف هيك صار؟ لما جمعنا الخل وبيكربونات الصوديوم اللي بصير إنه بنتج غاز ثاني أكسيد الكربون، بالضبط زي بالبركان الحقيقي. فهذا غاز ثاني أكسيد الكربون بيعمل ضغط جوا البركان اللي بطلع الفقاعات لفوق، فبيثور البركان. مش معقول شو حلوة شجاع. صح؟ طبعاً يا أصحاب، دائماً ذكروا إذا بدكم تعملوا أي إشي زي هيك جوا البيت لازم تحطوا جرايد مشان ما توسخوا الدنيا. عجبتكم يا أصحاب؟ إذا عجبتكم اعملوا زيها وبعتولنا صور. يلا باي يا أصحاب، عم تحضروا كل الحلقات؟ لا تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة وتكبسوا هون حتى تحضروا كل الحلقات.